اليوم باش نحكيو رعب. هي في الاصل الحكايه ما تخوفش برشا برشا، هذا ما يمنعش وانها تخوف، لكن كيف كيف حكايتنا اليوم تصير وتنجم تصير عليك. الدارك ويب والا الانترنت المظلم بلاصه نعرفوا الناس الكل بلي هي بالرسمي مظلمه ويصيروا فيها برشا حاجات خايبين، من تعذيب، سرقه، تحايل، مخدرات وبرشا دي سيرفيس غريبين على الاخر. نجم تستاجر الماجور وتبعثه باش يتخلص من شكون، كيما تنجم للاسف شديد ما توصلش تقتل غيرك لكن تضر وهو حي. بيان سور نحكي في المطلق مش عليك انت، ونعرفك ما تعملهاش، وراني نحكي اون جينيرال. ينجم الانسان يستاجر ساحر والا مشعوذ من دارك ويب ويريقل الساحر هذاك جو ويعملوا الشيء اللي يحب يتعمل، بالضبط كيما يصير في الحياه الواقعيه مع السحره اللي موجودين بارتو. معناها السحره والمشعوذين تطوروا ولا يخدموا اديستونس، والادارات التوانسه مازالوا يخدموا بالاوراق. قصتنا اليوم في الجو هذاك. بيان سور مش نحكي على الادارات، حكايه صارت خارج تونس جمله واحدة. وحكاية تلم السحر الأسود، سحر الفودو والدمية والإبر والأنترنت المظلم والدارك ويب واللي وحده موضوع يخوف، فما بالك إذا كان يزيد يولي فيه جنون وأرواح وحاجات غريبة. دونك من غير ما نطول عليكم وحاس روحي ديجا طولت عليكم، ما تنساوش باش تخليو لايك وسبسكرايب، فولو على انستغرام ونضموا للجروب نتاعنا متاع الفيسبوك، وخلينا ننطلقوا في القصة نتاعنا متاع اليوم. قصتنا اليوم باش تسافر بينا لبعيد وباش تهزنا بالضبط للسويد وين كان يعيش بطل قضيتنا متاع اليوم، واللي يقول بلي من اخيب الحاجات اللي نجم يصيروا على الانسان هو وانه يخسر صديق مقرب وعزيز عليه على الاخر وهو في الغربه. يقول ملي توفى عشيري وصاحبي وخويا وانا في حاله نفسيه خايبه على الاخر، ما عاد عندي مع شكون نحكي مع شكون نفدلك، ولي اول مره نحس روحي بالرسمي وحدي، وكنت ديما نتسائل وقتاش يتنحاو كل الاحاسيس الخايبه اللي قاعد نعيش فيهم، وهل انه من اصله باش يجي نهار ونتجاوز الشيء اللي قاعد نعيش فيه، والا باش تبقى الاحاسيس الخايبه هذه خالط عليا وين ما نمشي. هو في الاصل والحقيقه ما عندي وين مشيت، ما عاد عندي مع شكون نخرج، زدت انعزلت ونهار الكل وانا وحدي في الدار. في الاصل مانيش وحدي ومعايا برشا افكار سوداويه واحاسيس خايبه على الاخر، وكانت عندي برشا افكار ديما تراودني وديما تجي على بالي، ومنهم فكره وانه الدنيا هذه ما هي دايما لحتى حد، وما يعرفش الواحد وقتاش ربي سبحانه يهز امانته، وفكره وانه الكلنا في اي لحظه وفي اي وقت نجم نخسروا انسان عزيز علينا. انعزلت كما قلت لكم، وصديقي الوحيد في الفتره هذيك كان البيسي، وكنت نعدي عليه برشا وقت الى ان نولي ما عاد عندي ما نعمل وسيتيت الكل دخلت لهم، والسبب هذاك ضربني في نهار من نهارات القلق، والقلق ديما يوصل بلايص خايبه على الاخر. وخممت في حاجه بركه قعدت هي الحاجه الوحيده اللي ما عملتهاش بالبيسي، واللي هي كوني ندخل الدارك ويب ونكتشف الجو اللي فيه. كانت عندي فكره صغيره كيفاش ندخل الدارك ويب ونحمي معلوماتي الشخصيه، زدت عملت شويه ابحاث وعديت صويعات وانا نبربش، الى ان نلقى روحي بعد عناء طويل في سوق الدارك ويب. سوق الدارك ويب وين السيرفيس اللي تراه ينسيك في الاخر، تجارة اعضاء، تجارة دروغ، تجارة بشر وبرشا حاجات فظيعة. لكن انا بيرسونيلمون فما حاجة بركة جلبت لي انتباهي وركبت لي برشا فضول. موقع الحقيقة حسيت باللي هو جاني ومش انا اللي مشيت له، وزاد ركبني الفضول اكثر وقت اللي نلقى باللي سيت هذا لا فيه لا تجارة بالبشر ولا حاجات فظيعة. السيرفيس اللي فيه يتسمى سوفت على الاخر بارابور للسيرفيس الاخرين، حتى من اسمه كان معقول على الاخر، وكان اسمه تحقيق الامنيات والانتقام. شنو يقصدوا بتحقيق الامنيات وكيفاش يحققوا لي الاماني نتاعي، كيفاش ينتقموا ومن شكون ينتقموا بالضبط، كيفاش تكون العملية وشنو الشروط والمتطلبات. هذم كانوا شويه من برشا اسئله جاوا على بالي وعملوا لي برشا فضول باش تلوموني على الفازه هذه، لكن مستحيل نخرج من السيت من غير ما نلقى الاجابه على الاسئله هذم. والسبب هذاك قررت واني نجرب لكن من غير منظور حتى انسان، وقررت واني نخوض التجربه هذه على رغم التصويره اللي ريتها في السيت، تصويره فيها دميه وفيها ابر، والتصويره هذه مش غريبه عليا برشا، ذكرتني بسحر الفودو والدميه والابر اللي تم استعمالهم في السحر الاسود. لكن كيما قلت لكم كنت جوست نحب نجرب من غير منظور حتى انسان، ودي كيما قلت لكم السيت كان اسمه تحقيق الامنيات والانتقام، وانا باش نختار كان اختار الاسم الاولاني واللي هو تحقيق الامنيات ديبارتمون الانتقام، مانيش باش ندخل تحت سقفه، ما عندي شكون باش نضر وما فما حتى مشكله كان نحط لهم امنيه ويحاولوا يحقوها لي، وانا ابريتو نحب نجرب كهو ومن باب الفضول. هبطت لوطه في السيت ونلقى الامور مسهله على الاخر، خانه واسعه وعريضه قالوا لي اكتب فيها الطلب نتاعك ونقولوا لك شنيا وقداش نستحقوا بالضبط باش نلبيو لك الطلب نتاعك. هبطت لوطه وقعدت نخمم شنيا نجم نكتب وشنيا نجم نجرب وكيفاش نختبر نجاعه السيت هذا. حبيت نكتب لهم اول حاجه تجي على بالي واللي من دون ادنى شك باش تكون عندها علاقه بصاحبي اللي توفى، والسبب هذاك فرقت لهم قلبي وقعدت نحكي لهم على صاحبي اللي توفى، وقلت لهم نتمنى نعاود نشوفه والا حتى نحس بوجوده بحذايا، وقعدت نوصلهم وندقق ونسيت جمله
جملة واحدة باللي أنا في الدارك ويب وباللي أنا في الأصل مانيش نحكي في قصة حياتي الجعفر القاسمي في برنامج صفي قلبك. السيرفيس الحق نعطيه 9/10 كونتيتي جينيروز والمزارل العربي للي نفدلك عليه. أما السيرفيس بالرسمي 9/10 على خاطرهم جاوبوني في ساعة وما خلونيش نستنى برشا. خرجت من السيت نيتي كانت وأني نكتشف ورجعت نكتشف في الدارك ويب. تهورت وكنت نستعمل في الدارك ويب عبارة فيسبوك وديني نوتيفيكاسيون من الأول خوفتني وذكرتني باللي أنا في الدارك ويب. حليتها واتضح وأنها مسيت اللي دقايق التالي عديت فيه كوموند وقالوا لي باللي شيء اللي نحب عليه فيزابل وينجموا يعملوه. قالوا لي تم دراسة الطلب نتاعك جاوك به وهذا المبلغ اللي نستحقوه مبلغ لحقيقة ظهر لي له غالي له رخيص وفي المتناول. ولسبب ذاك قبلت أني ندخل في الرحلة ونخوض التجربة هذه. كما قلت لكم نيتي من الأول كنت وأني جوست نجرب والكل فضول. ودخلنا توا في رسمي ونلقى روحي ديجا قاعد نخلص وخلص ومن بعد فقت على وضحي وظهر لي سرحت بالكدا ونسيت باللي أنا في الدارك ويب. خلصت وكأني قاعد نعدي في كوموند على بيتزا من بيتزارية الحومة وتبوهم تحاشيكم واستعملت الكارت بونكير متاعي ونسيت باللي هما ينجموا تو سامبلومون يهزوا الكارت الكل يهزوا كل معلوماتي ويبيراتيو لحياتي الكل. لكني خليت الحكاية على ربي وسلمت أمري لله وكنت في الأصل أغبى منها كيكة برشا. لا كنت عارف شني بشي وصل لي شني اللي بشي جيني وشني اللي بشي يصير لي. لكني عطيتهم معلوماتي الشخصية لدرس متاعي وين نسكن بالضبط وقالوا لي بلي الكومود متاعي تعديت أيامات وتوصل لي وأنا ما عندي حتى فكرة شني الشيء اللي عديته وشني اللي بشي وصل لي بالضبط. تلمو الحكاية كانت بيزار على الاخر فيسا فيسا ومن غير حتى تفاصيل. مشي في بالي بلي هما في الاصل عقبوها عليا وتحايلوا عليا ولا فما لا توصيل ولا كوموند ولا تحقيق امنيات. والاخوات ربي يهديهم عدوها عليا صدقتهم هزولي سوارد ومشيوا على رواحهم ربي معاهم. وابريتو الحكاية كلها جيت من القلق حبيت نجرب السيت يخي طلع سكام معناه قلبوني على غال تقول بيصير على الحي. لكن من غدوة بالضبط مع نص الليل كنت راكش وحدي في الظلمة بما اني نسكن وحدي ونسمع البيبي دق ومش عويدو دق. في الوقت هذاك كذبت وقلت لعل وعسى ان هلوس وحدي وما فما حتى انسان قدام الباب. لكن شوية اخر ونسمع صوت دقان باب والمرة هذه مستحيل نكون غلط. قمت حليت الباب ما كنتش غلط وما كان فما حتى انسان قدام الباب. لكني كيف تأكدت باللي انا مانيش نهلوس وكان في الاصل فما شكون قدام الباب على خاطرني طبست راسي لوطة ونلقى كارتونة لا فيها لا كتيبة لا ورقة ولا حتى شيء. كارتونة مجهولة المصدر مش مكتوب عليها حتى شيء وحتى الادرس متاع داري ما هيش مكتوب عليها. هزيتها دخلتها للدار ومن بعد ذكرت الكوموند اللي عديتها من دارك ويب وما كنتش في الاصل خايف ومتردد بل كنت متشجع ومتحمس. وطول مشيت جبت سكينة وحليت الكارتونة فوق الطاولة بديت نحل في الكارتونة اللي جاتني وبديت تحول الحماس الى خوف. الكارتونة كانت رزينة شوية حاجة عادية لكن اللي موش عادي الريحة اللي كانت خارجة منها ريحة غريبة بديت تخرج منها وانا نحل فيها بشوية بشوية ريحة وكأنه حاشيك محتوى الكارتونة هذيك حاجة ميتة ومتعفنة. بدينا ندخل تحت سقف خايب شوية والمود بدأ يتبدل وزدت في الأصل خفت شوية باش ما نقولش برشا. وقت اللي كملت حليت الكاردونة ونلقى نفس الدنيا اللي ريتها في سيت وريتها سابقا في برشا مواقع في الانترنت. كان ماشي في بالي مجرد تصويرة وسيت مستحيل يبعث لي حاجة كيما هكاكا. ولهنا أيقنت باللي أنا تحطيت فيه ويمكن الشيء اللي يحكيوا عليه ماهوش غلط. فما إمكانية كبيرة برشا وأنه يكون السيرفيس نتاعهم صحيح تحقيق الأحلام والانتقام ينجم يصير. بما أني نعرف الدنيا هذه بالكدا ونعرف شنو ينجم يصير من وراها وكانت عندي فكرة صغيرة على سحر الفودو وين ينجم يوصل وشنو ينجم يعمل حسيت روحي سيبون مقعد اللي كان نجرب ونشوفها لانه كلامه مصحيح ولا غلط. قلت ابريتو الطلب متاعي مش باش يضر حتى انسان لا قريب ولا بعيد. واصلا كيما قلت لكم الطلب متاعي كان بيني وبين روحي كنت جوست نحب نرى صاحبي والا نحس بوجوده بحذايا. وكنت نطمن في روحي ونقول ابريتو ما عنده ما يصير واخيب حاجه كانت نجم تصير هي واني ما نحس بحتى شيء ويطلعوا عداوها عليا. ولسبب هذاك خرجت الدميه هذيك من الكرتونه وحسيتها مبلوله شويه حطيتها على جنب ولقيت كرتونه اخرى صغرونه ملوطه وزدت اكد بلي نحن نحكي على سحر الفودو من محتوى الكاردونة الصغرونة هذيك واللي كانت فيها إبر صغار بالضبط كما الإبر اللي كانوا موجودين في التصويرة اللي في السيت. حديت كيف الإبر هذوكم على جنب ونلقى مرة أخرى زوز ورقات تحت الصندوق الصغير هذاك. هزيت الورقة الأولى حليتها ما فهمت حتى شيء وحطيتها على جنب كانوا فيها 5 أسطرة كلام مش مفهوم ما فهمت منه حتى شيء. والسبب هذاك تعديت الورقة اللي بعدها واللي كانت تحتها وإرزمو كانت مفهومة وكانوا فيها 3 تعليمات وهذم 3 تعليمات اللي كانوا موجودين في الورقة. اولا قالوا لي بلي البيت اللي باش نمارس فيها الشيء هذا الكل لازمها تكون كلها مظلمه واذا كان فما مصدر نتاع اناره لازم يكون مصدر واحد ولازم يكون شمعه والاناره نتاعها تكون ضعيفه. لهنا تاكدت بلي نحنا نحكيوا على حاجه كيما السحر ولعل وعسى
تكون بالرسمي سحر، وزدت أكدت باللي كونه سحر. وقت اللي قريت الشرط الثاني واللي يقول باللي على طول العملية ما لازمني نقرأ حتى نص ديني مهما تكون الديانة من اللي نبدأ في العملية حتى اللي نكمل. وثالثا وأخيرا فهمت فينالمون شنو هي محتوى الورقة الأولى. الورقة الأولى واللي قتلكم فيها 5 أسطرة ولغتها مش مفهومة، وقالوا لي باللي لازمني نهز الورقة هذيك ونقرأ المحتوى متاعها بسطر بسطر، وكل سطر نقرأها نهز بعده إبرة من العلبة الصغيرة ونغرس الإبرة هذيك في الدمية إلى أن نكمل 5 إبر والخمسة أسطرة. كنت الحقيقة خايف شوية، سيرتو أني وحدي في الدار نص الليل متاع الليل وقريب ماضي ساعة، وكيما قلت لكم نسكن وحدي ومتأكد باللي العمل اللي باش نقوم به عنده علاقة بالأرواح وجنون، لكن يكون ديما نطمن في روحي ونقول مش يصير حتى شيء، وبريتو سحر الفودو مستحيل يكون بالسهولة هذه. وكنت باقي شاك باللي هما عداوها عليا كذبوا عليا وهزوا لي فلوسي، وقلت في نفسي حتى كان صارت حاجة هكا ولا هكا مستحيل تكون غراف وما عنده ما يصير، بما انه طلب نتاعي كان سامبل برشا واصلا احساس ونحب نحسه، معناها يجيني احساس نحس باللي صاحبي مازال معايا وبس، معناها لا سحر لا إيباري لا حتى شيء. بليكش خياطة انا عطيني 5 إيباري، مشيت نجري جبت شمعة طفيت الضوء وشعلت الشمعة وهزيت الدمية هذيك وحطيتها قدامي وضوء الشمعة ضارب فيها، وهزيت الورقة اللي فيها 5 أسطرة، هزيت لبر في يدي وبديت نقرأ في كلام مانيش فاهمه، لكن مع كل سطر نهز إبرة ونغرسها في الدمية إلى أن فينالمون وصلت للإبرة الأخرانية والخامسة، واللي خلتني صدق بلي شيء اللي قاعد نعمل فيه ماهوش لعبة وماهوش تفادليكا. حسيت بغباء كبير كيفاش نعمل في حاجات مانيش فاهمها ونقرا في كلام مانيش فاهمه، سيرتو انها حاجات ماهيش عادية وكان عندها تأثير كبير عليا، وحسيت روحي سخنت مع اخر ابرة غرستها وبديت نعرق بصفة مش طبيعية جملة واحدة، بديت تلعب علي الدوخة وحسيت راسي كاين ودور واحساس درا كيفاش على الاخر، وصاروا حاجات اغرب من هذا الكل وما كنتش عارف هل اني نهلوس ولا بالرسمي مانيش وحدي، وبديت نحس باللي فما شكون موجود معايا في البيت نحسو يتحرك ورايا، نتلفت لتالي وما فما حتى شيء، شعور متاع قلق وكأنه فما شكون قاعد يغزر لي وانا نرى في روحي وحدي في البيت، نفس الاحساس كي تبدا في بلاصه معبيه وتحس باللي فما شكون يغزر لك وتلقى بالرسمي فما شكون قاعد يغزر لك. الاحساس هذاك كنت نعيش فيه لكني في الظلمه ومتاكد باللي انا وحدي في البيت، توترت دخلت بعضي زدت سخنت اكثر والعرق ولا يصب اكثر، لكني كنت نقول لعل وعسى الحكايه تبدا هكا ومن بعد ما نعرفش كيفاش توفى، قلت زادا لعل وعسى الاعراض هذه كلها تندثر وقت اللي نكمل نغرس اخر ابره في الدميه. كملت غرست الابره الاخرى ونستنى في العرق باش يكف ونعرف فينالمون شكون معايا قاعد يغزر لي ومش قاعد نغزر له في البيت، لكن يدوب ما غرست الابره ونحيت صبعي من عليها يترشق شباك البيت اللي كنت فيها باقوى قوته من غير سابق انذار يتحل، على رغم اني كنت مسكره بالكدا ويدخل هواء قوي الى ان طفيت الشمع اللي قدامي، هواء تلمو كان قوي خلى الورقه تطير وتخرج من الشباك، وما كنتش قادر وأني نشدها ومن بقى كنت قادر وأني نركز في اللحظات هذوكم على خاطر شيء هذا اللي كان قاعد يصير كان يصير في ثواني. شمعت فيت ورقة طارت شباك ترشق وهو قوي دخل، الكتب اللي كانوا في البيت الكل طاحوا من قوة الهواء، هذا الكل كان يصير وإحساس كونه فما شكون قاعد يراقب فيا ماشي ويولي أقوى، والسبب هذاك ما لقيت ما نعمل وخرت التالي بالكل وتكيت على الحيط. كنت عرقان الكل نرعش مش فاهم حتى شيء ومش قادر وأني نستوعب حتى شيء، تكيت على الحيط باش ما يصير حتى شيء من ورايا وكل شيء يكون قدامي، لكني باقي كنت حاس باللي فما حاجة بيني وبين الحيط ورايا، كنت حاس باللي فما شكون قاعد يغزر لي من جهات الكل. نذكركم وانه شيء هذا الكل كان يصير وانا وحدي في الدار في بيت مسكر والكل ظلام، الشمعه طفات من قوه الريح لكن بعد ثواني وقفت الريح، وبيزر ما غريبه صارت لي ما لقيتهاش حتى تفسير. وقت اللي وقفت الريح عاودت الشمع شعلت مره اخرى وكانها ما مرها ما طفات، الشمعه كانت بجنب الدميه واللي كانوا مغروسين فيها اللي بر، ما كان عندي حتى تفسير لوجيك على شيء اللي صار للشمعه، لكنها كما قلت لكم عاودت شعلت ونورمالمون تكون مضاويه الدميه اللي بجنبها، لكن بيزر ما الدميه ما كانتش ضاويه وما كانتش موجوده جمله واحده، مستحيل يكون هز ريح وكنت مازلت نرى فيها وقت اللي كان فما ريح. ألف حاجة كانت تصير وما كانش عندي الوقت الكافي باش نستوعب، وقمت في زعفيسة ومشيت نجري للضوء وحليته، مشي في بالي كي باش نحل الضوء كل شيء بشوفه وبشوف الكابوس، لكني وقتها زدت دخلت في تريب أخرى وكان ماشي في بالي باللي اللي قاعد يصير مجرد خزعبلات، قلت لعل وعسى قاعد نتخيل وحدي ويتهيالي وأنه شيء هذا الكل كان قاعد يصير، كان مازال عندي أمل صغير وأنه شيء هذا الكل مجرد كذبة وأنا وحدي نتخيل، لكني تفاجأت على الأخر كي حليت الضوء وما نلقى حتى حاجة في بلاصتها والبيت الكل كانت مقلوبة، الدمية باقي ما فماش وإحساس كونه فما شكون قاعد يغزر لي
كان مازال موجود، ونتلفت على غفله للبيرو نتاعي ونلقى دميه فجاه موجوده غادي. تغرب دميه رزينه شويه ومش بالسهل، وانها تولي فوق البيرو قبل ما تصير فاست الريح كانت في القاعة. حليت الضوء نلقاها فوق البيرو، انا هكاك مش فاهم حتى شيء، العرق يجري، الكل احاسيس غريبه، ويتفضى فجاه وحده وحده. اورزمو كنت قريب من الضوء، هزيت يدي باش نعاود نحلو، وكنت نحس في برد غريب على الاخر. وانا نقرب في يدي من البوطون تاع الضوء، نزلت على الضوء شعلته، وكان كيما قلت لكم بوطون تاع الضوء بيرد كلاس. وفي ساعه في ساعه منسيت حكايه البوطون، وبعثت جمله واحده على خاطرني تلفت وحسيت وريت ما اغرب من فاست البوطون، واكتشفت انه الدميه ما عادش موجوده وماهيش موجوده فوق الطاوله. المره اللي فاتت نقول لعل وعسى هز الريح، على الرغم ان حاجه مستبعده على الاخر ومستحيله، لكن المره هذه ما فما حتى حاجه تخليها تبدل بلاصتها. قعدت نلوج وندور في البيت بعينيا لعل وعسى مره اخرى بلاصتها تبدلت، لكني من با كملت فقط البيت الكل، ويعاود فجأة يقص الضوء مرة أخرى. ظلمة تحيس، ما نرى في حتى شيء، نحس في عبيد يغزرولي، والأحاسيس اللي كنت نحس فيهم ولاو بيزرمون أقوى برشا. وليت نحس في أكثر حاجة يغزرولي، انفس ولا رزين، نتنفس بالسيف وقلبي ولا يدق أكثر، لكني بيان سور ما كان عندي ما نعمل، أصريت وإني نحل الضوء باش نشوف شنيا اللي قاعد يصير. حطيت يدي على البوطون، باقي نفس إحساس البرودية، لكني خليت يدي على الضوء، حبيت نخلي يدي باش ما عادش يطفى مرة أخرى ونلقى روحي مرة أخرى في الظلمة. وقعدت نثبت كيف كيف، الدمية ما كانتش موجودة على رغم إنه البيت مسكرة وما عندها وين تمشي. خير كي اختفيت وملا راحة منها، وقيت باش نخرج وننسى الحكاية الكل. جيت خارج طبست راسي اللوطة، والحسن حظي طبست قبل ما نتحرك، على خاطر الدمية بيزرمون كانت تحتي بالضبط وبجنب ساقية. كيفاش وصلت لهنا وانا ما فقتش بها وما حسيتش بها؟ مستحيل تكون دمية عادية، ومستحيل يكون اللي قاعد نتعدى بيه مجرد خزعبلات، على خاطر كنت متأكد على الاخر من الشيء اللي قاعد نرا فيه، وكنت متأكد بلي الدمية كان فيها دم خارج من كل إبرة محطوطة فيها، وإلا كل إبرة حطيتها أنا بعد ما قلت تعاويذ. دم احمر غامق ما كانش موجود وقت اللي جبتها من الكردونه، دميه من القماش خارج منها دم، وكاني دخلت لبيريا ذوكم في حيوان والا انسان. وخليتني الفكره هذه نشك، كونه في وسط الدميه فما اعضاء حيوانيه متعفنه، ولعل الاعضاء هذوكم هم مصدر الريحه الخايبه اللي شميتها دوب محليه الدميه، وان شاء الله يكونوا بالرسمي اعضاء حيوانيه متاع حيوانات مش كيما نتوقع في مخي، واللي هي حاجه ماهيش مستبعده جمله واحده بما اننا نحكيو على سحر من الدارك ويب. جمت في بلاصتي وما نجمتش نقدم لنوخر، طلع عاود يطفى الضوء وما نجمش نعرف شنو ينجم يصير المره هذه. وارزمو ما تحركتش وخليت يدي على البوطون تاع الضوء، على خاطرني انا هكاكا ونرى قدامي في خيال تعدى يجري ومن بعد اختفى في الظلام. ما كنتش مركز معاه، لكني حسيت حاجه تتحرك، وكي تلفت ما ريت حتى شيء. كنت متاكد بلي فما حاجه تتحرك، ولعل وعسى الحاجه هذيك اللي كنت نحس فيها قاعده تغزر لي. نسيت الدميه، نسيت الدم اللي خارج منها، وقعدت مركز مع الشيء اللي يتحرك. يدي باقي على الضوء ونلوش في انحاء البيت على الشيء اللي كان يتحرك. نسيت صاحبي اللي توفى، ونسيت بلي الطلب نتاعي هي واني نراه ولو لاخر مره. وقعدت نلوج وقلت لعل وعسى هذاك خيل صاحبي والا القرين نتاعو. كل شيء وارد، حتى شيء ما هو مستحيل، تلموريت حاجات سافابا. وباقي الحاجات الغريبه ما وقفتش، نرى في الخزينه نتاعي تتحرك وحدها من بلاصتها، كانت تتحرك بشويه بشويه من بلاصتها على الرغم انها كانت معبيه بالدبش. ما عطيتهاش برشا اهميه، وقلت لعل وعسى انا نهلوس وحدي، ورجعت نلوج على الخيال اللي كنت راه فيه من بكري. وتاكدت من بعد بلي حكايه الخزينه ما عمرها ما كانت تهيؤات، على خاطرها ولات ما عادش تتحرك هاو، بل وليت نسمع في صوت دقان جاي من الخزانة. لعل وعسى الخيال اللي كنت نرا فيه دخل في الخزانة وهو اللي يعمل في الصوت. عينيا قعدوا على الخزانة، وكنت نستنى شنيا باش يصير، وما كانش اختيار مني في بلاصتي باش تخلي كل شيء وتهرب، لكن خليني نقولك باللي هو ما كانش اختيار. كنت نحب نخرج نهرب من الدار، ويمكن حتى ما عادش نرجع جملة واحدة، لكن ساقيا كانوا منجمدين، ما نجمش نتحرك وما عندي وين نمشي، وما كان عندي ما نعمل بخلاف اني نخلي يدي على الضوء ونقعد نستنى شنو باش يصير في الخزانة. كل شيء ركح على غفلة وفي ثواني، ما عاد فما حتى شيء يخوف، وشي هذا بحد ذاته كان مخيف. كنت حاس وكأنه الهدوء ما قبل العاصفة، وكنت نستنى في حاجة باش تصير. وإفكتيف مو بعد الهدوء هذاك كل حاجة كانت في البيت ولا تتحرك وحدها، كل مرة يتيح كتاب من البيرو والضوء ولا يشعل ويطفى وحده. ساقيا كانوا وكأنهم مربوطين وما كنتش قادر وأني نتحرك، وكنت نتنفس بالسيف لزوز أسباب. السبب الأول كان مجهول ونفس كان رزين على الأخر، والسبب الثاني هو ريحة الدمية اللي قلتلكم عليها بكري، واللي كانت ماشية وتقوى وماشية وتولي أخيب، واللي خليني نزيد نتخنق أكثر ونخاف أكثر. هو وإني كنت حاس وكأنه فما حاجة مقابلة وجهي سدت علي نفس
وقاعد تتنفس معايا. كنت حاس باللي هو قدامي لكن في نفس الوقت مش قادر رأى في حتى شيء. وقتها وين سيء ما عادش فيها لميت ما بقالي من القوة وحبيت نتحرك بالسيف. ساقيا كان نورزان على الاخر لكن لحسن حظي كنت قريب من الباب. سيبت كل شيء خرجت نجري في الشارع والشوارع فارغة والدنيا ظلام. قعدت ندور نغزر يمين يسار ومستحيل يكون شيء ذاك مازال خالط ورايا. تأكدت بلي انا خرجت من البيت خرجت منها والعراض اللي كانت عندي بداو يتنحاو. وذكرت بلي عندنا مركز اسلامي بحذا الدار اللي كنت نسكن فيها. قلت نمشي غادي نبقى نقرا قران نهدي روحي ونحاول ننسى اللي صار. مستحيل نرجع حتى تطلع الشمس ونسال شكون يفسر لي شنو اللي كان صاير عليا. اصريت اني نبقى على الرغم انه كان المركز مسكر. نرضى نبقى وحدي في الظلام وفي الشارع وما نرجعش للبيت اللي صار لي فيها الشيء هذاك الكل. تعداو سوايع وانا شارد في الشيء اللي صار لي الى ان جاء المسؤول على المركز. حل الباب دخلت توضيت وصليت الفجر ومشيت من بعد نجري للامام وحكيت له على الشيء اللي صار لي من الاول للاخر بالتفاصيل. اللي زاد خوفني كونه ما كانش مستغرب وصدق كلامي من الاول للاخر. ردت فعلي توحي وانه اللي صار لي صار بالرسمي وما كنتش نهلوس. وزاد هو بيتو وقال لي باللي حاجات كيما هكا عادي يسيروا واحسن اختيار كي جيت لهنا. وإرز ما روحتش على خاطره قال لي إذا كان روحت راهو الشيء اللي صار لك عاود صار. واتصل براقي وقال لي لازمك رقية في أقرب وقت والشيء اللي صار عليك ماهوش ساهل. جاي راقي مشينا للدار وديجا بدا يقرأ في القرآن ما قبل ما ندخلوا للبيت. دخلنا البيت ما قصش على القرآن بل بالعكس زاد على في صوته سيرتو بعد ما شاف حالة البيت كيفاش داخلة بعضها والدنيا مقلوبة. كانت الدار وكأنه صار فيها أعصار وإلا زلزال. والمرة هذه ما استغربتش وقت اللي جيت نلوج وما لقيتش الدمية. قلت خير ملا راح ومين حاجتي باش نعرف وين مشيت. وكنت جوست نحب الحكايه توفى ويرجع الجو كيما كان ونولي نكونترولي الفضول متاعي وما عادش نرجع للدارك ويب جمله واحده. فقت بديتاي ما كنتش راه فيه قبل ما يجيو معايا الشيخ والراقي واللي هو اثار غريبه متاع ساقين كانوا موجودين في القاعه. ما همش اثار ساقية وكما قلت لكم كنت نعيش وحدي في الدار ومستحيل يكونوا ساقية والا ساقين الراقي والا ساقين الشيخ. على خاطرني هزيت راسي وبيزرمو ما كانوش اثار ساقين في القاعه كهو بل كانوا بارتو في القاعه في السقف وبارتو على الحيوط. كان الراقي يقرا في القران ويرش في الماء المرقي في انحاء الدار وكمل القراء عليا انا وحصني وارزمو رجعت صح ستار. لكن الى يومنا هذا ما زلت مني فاهم شنية اللي صار بالضبط شكون الخيال اللي ريتو وشنية مصدر اثار ساقين شنية الطقوس اللي عملتها وهل انه هذاك بالرسمي سحر الفودو. برشا اسئلة ما لقيت لهم حتى تفسير والحق ما عاد حاجتي بحتى تفسير. ما نحبش نعرف الدمية وين مشيت وريح سد يهز ما يرد وشعفة وتوبة ومستحيل مرة اخرى نعاود ندخل الديب ويب مش كي يموت العالم الكل. هذه هي اخرة الفضول وهذه هي اخرة الديب ويب والمواقع اللي فيه واللي يعرفوا بلك دي ويعرف عليه برشا حكايات. يعرف باللي حكايه كي من هكا تتسمى حكايه تافهه على الاخر من الحاجات اللي تنجم تصير والمغامرات اللي ينجم الانسان يعيشهم من الدارك ويب. وكيف كيف اللي يعرف سحر الفودو والممارسات هذه يعرف باللي دعزق هذه هي اخرتها. هي سورتو كي تبدا تعمل في حاجه ماكش فاهمها وما عندك عليها حتى فكره. والكل نعرفوا باللي عالم المرئيات عالم ما يرحمش واللعب لي معاهم ويتسمى اخونا منعك معه المغامرة الخفيفة الظريفة اللطيفة هذي. دونك فوالا هذي كانت القصة متاعنا متاع اليوم. ما تنسيوش باش تخليو لايك وسبسكرايب فولو على الانستغرام وانضموا لجروب متاعنا متاع الفيسبوك ونتقابلوا ان شاء الله كالعادة السبت الجاي ماضي ساعتين. Peace out.